السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد في قناتي طعم أحلى بدون جلوتين. نتمنى هذا الفيديو إن شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير، وتدوزوا آخر أسبوع مزيان، وتكونوا تسرحتوا من ستريس ديال المدرسة ومن العمل ومن الروتين ديال الأسبوع. اليوم إن شاء الله غادي نقدمو الكب كيك اللي كنعرفو كاملين عزيز على الدراري بزاف، وكيبغيو ياخدوه من الحوانت اولا من البيسري، وكيبغيو يديوه معاهم للكوتي بما اننا في الموسم الدراسي. فتحت طلب بزاف ديال المتتبعين قالوا لي محتاجين لا غوسيت ديال الكب كيك باش يصوبوهم لوليداتهم يبقاو يديوهم معاهم للمدرسه، تفاديا دوك الاغراءات اللي في المدرسه، كيشوفوا الوليدات صحابهم جايبين الكب كيك، كيجيبوا هكا شي حوايج وكيبغيو يديروا بحالهم. نحاولوا ان شاء الله نصوبوا لهم كاع الحوايج اللي كيبغيو باش يديهم معاهم المدرسه حتى هما وما يحسوش بالنقص. كي كتشوفوا المقادير على هذا الشكل، كاس ديال الحليب يمكن لكم تعوضوه بطبيعه الحال بكاس الليمون او كاس الماء او دانون اللي متوفر عندكم، كاس ديال سنيده كي كتشوفوا ما عامرش، وكاس ديال الزيت حتى هو ما عامرش. هاد الكيسان البنات ماشي كاس العنبه، الكاس ديال اتاي داك اللي صغر من ديال العنبه. بالنسبه للبيض عندنا جوج بيضات بحراره المطبخ، الا بغيتوا الكميه اكثر راه غادي تزيدوا في المقادير، غتزيدوا من البيض وغادي ديروا الكيسان الكبار اللي هما ديال العنبه بحال هادو. الدقيق غادي نحتاجوا دقيق الروز ونشا وشار، وطبعا الا ما كاينش الشار غادي ديروا غير النشا والروز. ممكن لكم ديروا انواع الدقيق اللي عندكم، وانا كي كنقول لكم دائما كنفضل ندخل شويه ديال الشعر ولو غير كميه قليله، حيت هو كيساعد في النجاح ديال الوصفات، وهادشي كنقول لكم عن تجربه ماشي غير كنبغي ندخلو هكاك وصافي، ولكن صدقوني هو راه كيعاون بزاف باش تحصلوا على النتيجه مزيانه. ومعلقه ديال الخل كيف كنت قلت لكم، الخل راه سواء في الوصفات بدون جلوتين او الوصفات الجلوتين فهو مزيان في الكيك، كيعاون الكيك باش كتجي رطبه وكتنفخ. بالنسبه للمنسم درت انا ايديال فاني، درت جوج باش تجينا نسمه شويه مزيانه باش ما باش تجينا مجهده، باش ما كثرتو ايديال فاني كتجي نسمه عاطيه اكثر. يمكن لكم ديروا قشور الحامض، قشور الليمون اللي بغيتو اللي متوفر عندكم، كاكاو. بما اننا غنديرو كاب كيك بالكاكاو غادي نديرو جوج ساشيات ديال ايديال كاكاو وجوج خمارات حمرين. نبداو على بركه الله. سمحوا لي البنات ديما كننسى الملحه، المهم هاني درت نيشان في البول اللي غادي نخدم فيه. غادي نضيفو على الملحة البيض، كيف تنعرفو كاملين بلي البيض خاصنا نخدموه هو الأول مع سنيدة مزيان حتى كدوب لينا هديك سنيدة وكيطلع شوية الحجم ديالو. غادي نضيفو المقادير الأخرى بعد ما خدمنا شوية البيض مع سنيدة حتى دابت لينا سنيدة مزيان، بداو كيطلعوا لنا شويه هاد الفقاعات كيف قلت لكم بالنسبه للمبتدئات. دابا غادي نزيدوا الحليب، الحليب حتى هو البنات بحراره المطبخ من الافضل. نضيف الزيت، معلقه ديال الخل،
الفاني ساعي ممكن يدير وراه مزيان. وراه كاينه البنات بدون جلوتين اللي توفر عندها ديرو. وراه كاين نسمه مجهده اكثر من الصاشيات. دابا نزيدو الكاكاو قبل ما نزيدو الدقيق. سمحوا لي البنات ما باش تخطا هي. كنسبقو الكاكاو هو الاول باش نعرفو الكميه ديال الدقيق اللي غادي تخصنا. واللون حتى هو الا اللون جاكم فاتح وبغيتو تغمقو كتر غادي تزيدو واحد الساشيه اخرى على حسب الرغبه ديالكم على هذا الشكل. هذا كنخلطو مزيان هاد الكاكاو ونبداو كنضيفو في الطحين ديالنا شويه بشويه. خلطت مزيان هاد الكاكاو ديالي حتى كيدو هاد الحبيبات ديال الكاكاو وبان ليا اللون. غادي نبدا نزيد في الكيك ديالي. نبدا نزيد شويه بشويه باش نمزج ما بين انواع الدقيق اللي عندي كامله على هاد الشكل البنات. وعينيا ميزاني حتى نحصلو على القوام المطلوب على هذا الشكل. حاولوا البنات الخليط يكون شويه ثقيل ما يكونش جاري. تقريبا درت النص ديال كل دقيق. نبقى غادي هكا وكنزيد في الدقيق حتى نحصل على القوام مطلوب. ضفت الدقيقه البنات اللي عندي حتى حصلت على هذا القوام. كي قلت لكم راه خصو يجي ثقيل شويه. المهم البنات كملت هذاك الطحين اللي عندي كامل وضفت معلقه من كل دقيق. خصاتني على دوك ثلاثه الكيسان ديال العنبه زدت فوقهم معلقه ديال الشار ومعلقه ديال النشا ومعلقه ديال دقيق الروز. يعني غتحتاجوا ثلاثه ديال الدقيق كيسان ديال الدقيق ديال العنبه عامرين مقببين كي كنقولوا. المهم البنات غادي نخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. حصلنا على هذا الشكل هذا ديال العجين. كي قلت لكم خصو يجي شويه ثقيل شويه ثقيل على الكيك المعتاد. غادي نزيدو نضيفو الخمارات ديالنا كي كتعرفوا هما اخر مرحله. غادي نخلطو البنات حتى تندمج لينا مزيان الخمارات ديالنا على هذا الشكل. كيف كتشوفوا البنات راه ثقيل شي شويه ولكن هذا راه سر من الاسرار باش يجيونا الكاب كيك ديالنا منفوخين بحال ديال الحوانت والبيسريات ويعجبوا وليداتنا ان شاء الله. على هذا الشكل البنات صافي مني خلطنا جميع المقادير ديالنا. سر اخر من الاسرار ديال الكاب كيك باش يجيونا منفوخين كي قلت لكم خص الخليط يكون شويه ثقيل ونخليو هذا الخليط ديالنا في الثلاجه ساعه ساعتين اربعه السوايع ليله كامله على حسب الوقت اللي عندكم باش ما خليتوه في الثلاجه باش ما كتحصلوا على نتيجه افضل. دابا غادي نخليوه يرتاح في الثلاجه ونعاودو نتلاقاو باش نعمرو القوالب ديال الكب كيك ديالنا. الكيك ديالنا البنات بعد ما خليناه في الثلاجه خليتو تقريبا شي 3 ديال السوايع. هانتو كي كتشوفو راه ثقال شويه. غادي نعمرو به دابا هاد القوالب هادو ديالنا وحنا دابا شاعلين الفران كيسخن كيسخن مزيان على درجه حراره مرتفعه. غادي نعمرو القوالب ديالنا البنات على هذا الشكل. هذا نخلطوها شويه نحيدو منها الهواء. على هذا الشكل نبداو كنعمرو البنات في لي كاب كيك ديالنا. لي كاب كيك ديالي هما هادو البنات بعد ما عمرتهم كيف كتشوفوا
خليت فيهم تقريبا غير شي الربع تقريبا. مني كملت التعمار بسطهم بواحد المعلقة شوية في الزكتة باش تياخدوا مستوى واحد. كيف ما شفتوا معايا حنت العجينة قصحت واحد شوية كيف قلت لكم يكون سخون، ولكن مني غادي ندخلوهم غادي نقصوا العافية، غادي نخليوها على نار متوسطة تقريبا نص ساعة حتى 40 دقيقة. وإلا كان عندكم فران ديال الضو غادي ديروا الفوق والتحت على درجة مرتفعة 200 درجة حتى 250 تقريبا. أنا عندي فران ديال الغاز غادي ندخلو كيقلت لكم على نار متوسطة وغادي نشعل ليه غير التحت حتى كيطلعوا ليا ويطيبوا من التحت، عاد كنشعل ليه الفوق يتحمروا من الفوق. لي كاب كيك ديالنا البنات هما هادو، هكا كيجيو في الشكل النهائي ديالهم كيف كتشوفوا البنات. غنقرب لكم، هاني زوقت منهم شي وحدين وخليت وحدين باش تشوفوهم كيجاو. كيجيو البنات منفوخين وبومبي بحال ديال المحلبه اولا ديال الحانوت. كي كتشوفوا البنات هذيك التفرقيعه اللي كتجي من الفوق، هذا هو الدليل ديال نجاح الكاب كيك ديالنا. زوقتهم بداكشي اللي عندي، طبعا التزيين تيبقى على حساب المتوفر والرغبه ديالكم. هادو زوقتهم بفيرميسيل شوكولا، وهادو بالكوك، وهادو بفيرميسيل كولوري، وهادو بنجيمات ملونين، ودهنت من قبل بالعسل باش يشد ليا هذاك التزيين اللي غادي نزين به ما يبقى لاصق. كي كتشوفوا البنات جاو هائلين ورائعين ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوهم، انهم غادي يعجبوا وليداتكم، غادي يديوهم معاهم المدرسه وما غادي يحسوا بحتى شي نقص، انهم جاو بحال الاخرين العاديين او احسن على ما اظن. انا ملي كتجيني النتيجه بحال هكا كنفرح الصراحه، وتا بنتي كتفرح الحمد لله والشكر لله. كنتمنى انكم تجربوهم وتتبعوا الخطوات والنصائح اللي قلت لكم، وغادي يجيكم ان شاء الله مزيان. داخل البنات انتوا كي كتشوفوا راه مازال ما بردوش تماما، داكشي باش باقي كيتفرتوا. ها نتوما البنات كي تشوفوا شوم كي جاوا البنات، جاوا مفشفشين ومدلوكين. ها نتوما شفتوا جاوا رائعين، كنتمنى انكم تجربوهم، كنتمنى انكم تدعموني يا البنات بلي لايك وابوني وتخليوا لي كومونتير الوصفات اللي بغيتو نقدم لكم في الفيديوهات الجايين، والاراء ديالكم في الوصفات ديالي الى جربتوهم. والى الفيديو القادم ان شاء الله.